السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على مايونيز الشعر من فاتيكا. ده ماسك للشعر، في منه الوان كتير. انا جبت اللون الاورنج ده، اللون الاورنج ده بتاع الترطيب العميق او ترطيب فائق. في منه الوان تانية، كل لون بيعمل حاجة، حاجة للتقصف حاجة للترطيب. المايونيز ده للشعر، ده ماسك بيتحط على الشعر، حجمه 500 ملي، سعره 55 جنيه، ريحته حلوة جدا، ملمسه زي بالظبط حمام الكريم، ما يختلفش حاجة في الملمس عن حمام الكريم، ريحته زي كريمات الشعر بتاعت باتيكا العادية، ريحته جميلة. حجمه زي ما قلت لكم 500 ملي، بس لما تفتحيه ما بتلاقيهوش مليان على الاخر، بتلاقي ربعه كده ناقص شوية، يعني العلبة مش مليانة على اخرها. طيب، هو مكتوب عليه ان هو ترطيب فائق للشعر الجاف والمتجعد مع اللوز وجوز الهند والسمسم. بيتحط ازاي بقى استخدامه؟ بتحطي اللي كبينه، يعني بتاخدي كمية كويسة كتيرة منه وتحطي على شعرك وتدلكي فروة راسك قبل ما تغسلي شعرك بشامبو، يعني وشعرك ناشف بتاخدي كمية كويسة تدلكي بيها تستخدميه كماسك زي اي ماسك هتعمليه لشعرك، وشعرك ناشف بتحطيه وتدلكي فروة راسك. طبعا مختلف عن حمام الكريم، حمام الكريم ما بنحطوش على فروة راسنا، فهو بتدلكيه وبتجيبيه وتغطي كل شعرك بعد كده، اطراف شعرك بالماسك بحيث يكون مغطي شعرك كله، بتسيبيه 3 دقايق وبعد كده بتغسليه بالشامبو او بطريقتك يعني المعتادة بغسيل شعرك عادي جدا. هو غسيله سهل جدا لان زي ما قلت لكم هو يعتبر زي حمام كريم كده في ملمسه، ملوش ملمس بيلزق ولا حاجه ولا ريحه مثلا، ريحته حلوه جدا وملمسه زي حمام الكريم بالظبط. انا جربته بالطريقه بتاعتهم وهو شعري ناشف قبل ما اغسله، حطيته على شعري وحطيت كميه كبيره وخليته على فروه راسي وغطيت شعري كله بالماسك. بالمناسبه الكميه دي لو شعرك طويل هيقعد معاكي مرتين، لان هو بيقولك حطي كتير، انا حطيت كتير، فهو لو شعرك طويل هيقعد معاكي مرتين تلاتة بالكتير، لكن لو شعرك متوسط الطول او قصير ممكن يقعد معاكي 5 6 مرات. جربته بالطريقة بقى الاولانية اللي انا حطيته على شعري وبعد كده سبته 3 دقايق وغسلته بالشامبو، لاحظت ان ترطيبه ضعيف جدا، ما عجبنيش ترطيبه خالص، ما لقيتوش تقريبا مرطب شعري او كاني ما حطيتش حاجه على شعري، ولا يعني كاني مستنيه بقى احط بلسم او احط حمام كريم على شعري. فقلت يمكن تاثير الشامبو هو اللي عمل كده، فقلت خلاص هستخدمه بطريقه تانية. استخدمته بقى زي حمام الكريم، خصوصا ان هو ملمسه زي ما قلت لكم زي حمام الكريم بالظبط، يعني عامل كده زي الكريم. فغسلت شعري مرة تانية بقى وشعري غسلته وهو مبلول بعد ما شطفته، حطيت عليه شوية كتير وطبعا حطيته على فروة راسي بما ان هو ماسك بيجي على فروة الراس عادي مفيش مشكلة مش زي حمام الكريم، حطيت كتير وسبته 3 دقايق برضو بس وشعري مغسول، وبعد كده شطفته بالمية بس مش بالشامبو بقى، شطفته بمية بس برضو لقيته ترطيبه ضعيف جدا، مرطب الشعر بس مرطب الشعر زي اقل حمام كريم عندك، يعني حمام كريم انت ما بتحبيهوش ورطبتي بيه شعرك شوفي بيرطب شعرك كده نص نص يعني، لكن مش الترطيب القوي او الماسك اللي تلاحظي ان هو عمل تاثير لشعرك يذكر كده او باين او انك تبقي مبسوطه منه، لا هو ضعيف جدا، ضعيف كماسك للشعر، ويعتبر سعره مش رخيص لان حمام الكريم بتاع فاتيكا سعره اقل منه، ورغم ان حمام كريم فاتيكا كيلو تقريبا وسعره تحت 50 جنيه، وده نص كيلو وسعره 55 جنيه. لو كان حلو مش مشكله، هو يعتبر كده مش غالي، لو سعره لو هو حلو يبقى مش غالي، لكن بما ان هو ترطيبه ضعيف جدا كده فطبعا هو يبقى غالي، وكمان ما انصحكيش تشتريه. يعني لو عايزه نصيحتي وانت مثلا محتاره بين حاجتين، لا ما تحتاريش، ما فيش وجه للحيره. لو انت محتاره بين المايونيز او الحمام الكريم، لا خليكي مع حمام الكريم طبعا، ما انصحكيش تجيبي المايونيز الشعر ده لان هو ضعيف جدا. ايوه في بنات حبوه كتير وقالوا عليه حلو وعملوا عنه ريفيوز كتير ان هو حلو، بس انا بقول لك من وجهه نظري وتجربتي، يمكن انت يعني يبقى رايك زي رايي، معش انا كل طبعا بيختلف الامر والراي من واحده للتانيه، لكن انا ما عجبنيش، ترطيبه ضعيف جدا، ما يستاهلش تجيبيه ولا تحطيه على شعرك،
وحش جدا. بعد ما بتغسلي شعرك بتحسي ان انت شعرك ناقص ترطيب، عايزه تحطي حمام كريم او بلسم. فده من المنتجات اللي ما عجبتنيش عند فاتيكا. الحاجات اللي عجبتني في فاتيكا يعني حاجات الحقيقه مش كتير، هي حمامات الكريم عجبتني جدا عندهم كلها حلوه، ما بعرفش انقي ايه، ويعني ما بقدرش احدد انهي حمام كريم فيهم هو اللي حلو، لان هما كلهم حلوين بحبهم. ليه؟ بيقلل التساقط وبيدي لمعه حلوه، بيرطب الشعر حلو جدا خصوصا مع الشعر المصبوغ، بيرطبه حلو قوي. لكن المايونيز ده مهلوش اي تأثير خالص على الشعر، ضعيف جدا، عامل زي بالظبط. بصوا المنتجات بتاعت بديل الزيت اللي عندهم، بدائل الزيت عندهم برضو ما حبيتهاش، بس فيهم واحد وحش قوي وواحد يعني نص نص. بديل الزيت ده هو بحاله ما بيشرب بيخلص طبعا، لان انا بستخدموش تقريبا، ما بستخدموش لان هو مش حلو برضو. فدي من المنتجات اللي ما عجبتنيش عند باتيكا بصراحة. وفي زيوت كمان برضو مش فاكرة، زيت اللوز برضو ما حبيتوش، اللي حبيته زيت ال في زيوت تانية حبيتها، بس طبعا اكتر زيت حبيته عند باتيكا اللي هو زيت الصبار. زيت الصبار من باتيكا حلو جدا، هو مش جنبي، زيت الصبار من باتيكا حلو جدا، بينعم وبيرطب الشعر حلو جدا يعني. وحمامات الكريم، حمامات الكريم منهم جميلة جدا. لكن المايونيز ده ما انصحكيش بيه لو هتشتريه، يعني انا قلت لك رأيي. مايونيز الشعر في منه انواع كتيرة، بس انا جبت اقوى حاجة اللي هو ده للترطيب. فبس هو كان ده الفيديو بتاعي، يا رب ان شاء الله اكون افدتكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على انستجرام. ومرسي ليكم، باي باي.